كمية المية، كمية الحرارة اللي جاية لها نتيجة أشعة الشمس. تمام. طيب ايه تاني معانا؟ العامل التاني معانا هو شدة الاستضاءة، ده العامل الطبيعي التاني معانا. ده كلها عوامل طبيعية احنا بشر ملناش دخل فيها، دي من صنع الله سبحانه وتعالى. بيقول لك تعتمد شدة الإضاءة في البحار على كمية الضوء النافذ خلال ماء البحر، والذي ينعكس جزء منه ويمتص جزء آخر وينفذ الجزء المتبقي حسب طول الموجة إلى عمق معين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا عارفين ان الضوء ليه طول موجي خاص بيه، ففي امواج خاصه في الضوء، احنا عارفين في اشعه كتيره للضوء، ففيش اشعه طوليه مقطر بتاعها طويل جدا، دي ممكن مش هتقدر تنفذ اصلا من سطح الميه، فهتنعكس تاني زي للفضاء للخارج يعني. وفي جزء هينفذ للطبقه العليا منها، والجزء الباقي منه هيرتد تاني، وفي جزء بيصل للعمق بتاعه. فتعال نشوف ايه هي الاطوال الموجيه اللي جايه من الضوء تنفع تنفذ لي في المية. أول حاجة بيقول لك يتوقف العمق الذي يصل إليه الضوء النافذ على حسب طول موجة الضوء، حيث نجد أن أول حاجة الأشعة الحمراء طويلة الموجة تمتص في الطبقة العليا الماء، بتمتص فوق، لأن ليه؟ عشان الطول الموجي بتاعها طويل جدا، فبالتالي مش هيقدر إن هو ينكسر أو ينكسر لسطح المية بتاعه، يكسر سطح المية يعني. طيب ايه تاني؟ تنفذ الأشعة الزرقاء والبنفسجية قصيرة الموجة إلى المياه الأكثر عمقا. يعني الأشعة الحمراء هي دي موجات طولية بتاعتها عالية جدا، فما بتنفذش، ما بتقدرش إنها تنفذ من سطح البحر لو سطح المية عموما، فبترجع تاني للفضاء أو لليابس عموما يعني، أو للغلاف الجوي عموما. اما الاشعه الزرقاء والاشعه البنفسجيه دي طول الموجه بتاعها قصير جدا، فبالتالي بتقدر ان هي تخترق الميه وتصل لاعماق شديده، وده اللي بيعزي اللون الازرق للميه. يعني بيقول لك الميه ليه زرقاء، فبالتالي هي زرقاء نتيجه الاشعه الزرقاء والبنفسجيه قصيره الموجه اللي انكسرت فيها. طيب طبعا تلاحظوا ليه دايما يقول لك ان الميه لونها ازرق، هي طبيعي، لا الميه ما لهاش لون اصلا، ولكن هي بتيجي في البحار بنشوفها كده، لو رحتوا اصلا في ميه رايقه كده هتلاقوا ان في شواطئ الجزء الاولاني منها بيبقى الميه باينه جدا بيضاء، وبعد كده لما بتنزل العمق بتبقى زرقاء. ماشي. تعال نشوف ايه تاني. بيقول لك تكون المياه السطحيه جيده الاضاءه حتى حوالي 200 متر في العمق، بينما تقل الاضاءه تدريجيا حتى عمق 500 متر تقريبا، بتبدا يعني تتلاشى، ثم يتلاشى الضوء بعد ذلك حيث يسود الضوء تماما، زي ما انتم شايفين دي صور لقاع بحار نتيجة إن الضوء انعزل عنها خالص. الصورة اللي فاتت كانت مضيئة، نسيت أقولها لكم، دي كانت مضيئة، هي قعدت عمق 200، هتلاقوا إن في ضوء في قاع البحر، ولكن لما توصلوا لعمق أقل من أكتر من 200، فده معناه إن بتأدي إن بيكون في ظلام شديد جدا في قاع البحر. طيب في عوامل، يعني في أنواع للمياه يكون لها عمق معين. يعني بيقول لك في أعماق لبحار معينة، ده اللي هنشوفه مع بعض في عمق المية هيجي ورا. هنكمل بس كلامنا في الإضاءة بتعمل إيه. يلعب الضوء النافذ في المياه السطحية للبحر دورا مهما في حياة الكائنات النباتية، فتنتشر حيث يوجد الضوء التي تعتمد عليه في عملية البناء الضوئي، وتغيب تماما عن المياه المظلمة، ويسأل ذلك أيضا في توزيع الأحياء اللي تعتمد عليها الكائنات الحية فيها. يعني بيقول لك إن النباتات البحرية برضو محتاجة للضوء اللي هي تكون البناء الضوئي بتاعها الخاص بيها، طبعا الكائنات الحية تتغذى بيه، فالمياه المظلمة مش هيكون فيها كائنات نباتات مناسبة جدا ان هي تعيش فيها النباتات، فبالتالي مش بنلاقي فيها نباتات كتير، اكيد فيها احياء مائية تانية خاصة بيها، يعني كائنات حية تانية. باختصار شديد ان شدة الاضاءة بتأثر لي على العيشة في المياه نتيجة وفرة المغذيات، طبعا بتحتاج ضوء وحرارة، فبالتالي هي سلسلة متصلة ببعضها، ولازم تكون عارف ان عمق المياه كل ما انت نزلت لتحت كل ما الضوء بينعدم تماما. عمق المياه معانا، تعال نشوف عمق المياه بيظهر فين، ونركز في عمق المياه لان احنا هنحتاج اعماق معينه في حسابات جايه معانا. اول حاجه بيقول لك يتراوح عمق مياه البحار من بضعه امتار عند الشواطئ والخلجان، دي صوره لشواطئ الخلجان معينه عندنا، الى عشرات كيلو مترات او اكثر في بعض المحيطات حيث توجد الخنادق الصحيه. ده خندق وده عمق بعيد جدا في سطح المياه، من اشهر الخنادق في العالم، ممكن تعملوا سيرش وتكتبوا اشهر الخنادق وهتلاقوها عندكم. بيقول لك ان عمق الميه بيتراوح من مناطق لاخرى، دي معروفه، احنا عارفين اعماق البحر المتوسط، بيقول لك البحر المتوسط عمقه حوالي 4000 متر يعني 4 كيلو، والبحر الاحمر لا يتجاوز عمقه عن 2500 متر، والخليج العربي لا يتعدى عمق الميه فيه عن 80 متر، وركزوا هنحتاجها معانا في اللي جاي.
يبقى لازم تكون عارفين ان عمق الميه عند الشواطئ مختلفه من منطقه لاخرى. في شواطئ ممكن تصل ل 10 كيلو، وفي شواطئ ممكن تكون اقل، قصدي بحار ومحيطات يعني. ودي امثله عليكم المفروض تحفظوها، تكون في ذهنك. اول حاجه بقى، اخر حاجه، مش اخر حاجه، الحاجه اللي قبل الاخيره، رابع حاجه معانا من العوامل الطبيعيه غير الحيه، دي اللي هي ضغط الميه. احنا عارفين دي عوامل طبيعيه كلها ملناش دخل فيها. ايه ضغط الميه ده؟ احنا عارفين ان عندنا ضغط جو عايشين فيه، وعارفين ان كل ما هو موجود تحت السطح، كل ما نطلع لفوق تمام، كل ما يقل الضغط الجوي بتاعي، وكل ما يقل الاكسجين وما اقدرش اتنفس وما اعرفش ايه وهكذا، كل ما تطلع الجبال وكده. طيب تحت الميه بيحصل ايه؟ ما اكيد اللي فوق بيحصل عكسه تحت، او فبالتالي احنا ماشيين في دايره، سلسله متكامله مع بعضنا. فبيقول لك ان بيزداد ضغط عمود الميه بمعدل ضغط جوي لكل 10 امتار تحت الماء، بالاضافه لضغط الجو على سطح البحر. يعني ايه؟ يعني كل ما انت ماشي تحت في الميه، كل ما تنزل 10 متر، يعني ده بيعدل لي 1 ضغط جوي، فبالتالي بيزيد معاك الضغط بتاع عمود الميه تحت. عمود الميه ايه؟ يعني الميه كل ما عمقها بيزيد، كل ما بيأثر عليك، فبالتالي بتحس ان انت ضغط عليك جامد جدا. مثلا لو انت بتغوص تحت، محتاج بتحس بمدى ضغط الميه على جسمك، فبالتالي مش ضغط الميه بس، لا ده ضغط غلاف الجو كمان اللي مأثر على الميه، فطبيعي جدا تحس ان انت مش هتقدر تتنفس تحت، فلازم تحتاج لاكسجين تحت، فلازم تكون معاك جهاز الغطس الخاص بيك. وده هيكون مثال معانا دلوقتي حالا، لازم بس تكون القانون ده ان احنا طلعنا بيه، ان ضغط الميه هيساوي ايه؟ الواحد زائد العمق على 10، العمق بتاعك على 10 تمام، لانه بيقول لك كل واحد ل 10 متر، ومعدل ضغط جوي لكل 10 متر، يعني ضغط جوي اللي هو واحد لو هو 10 تمام، يعني ضغط الميه هيساوي واحد على العمق على 10، واحد زائد العمق على 10. طب لما يقول لك مثال، مثلا احسب لي العمق، عمق الميه اللي اتعرض له غواص مثلا بيغوص في البحر المتوسط. انت عارف ان عمق البحر المتوسط كام؟ 4000 متر، فهتحط الاربعه على 10 زائد الواحد، طبيعي جدا يطلع عندك الناتج كده. تعال معانا شوية مثال اهو، بيقول لك إذا أراد الإنسان أن يغوص في البحر إلى عمق 20 متر مثلا، فسوف يتحمل ضغطا يساوي 3 ضغط جوي. يعني إيه؟ تعال نحسبها مع بعض. أنت عايز تغوص على عمق 20، هتحط ال 20 على 10 بكام؟ الصفر، هتطلع الصفر ب 2، يبقى أنت بتعرض لكام ضغط جوي؟ هيبقى 3، يبقى 1 زائد 2 يبقى 3 ضغط جوي. ويقول لك اذا هبطل العمق ب 100، احسبها بقى 2 يبقى 100 على 10 بكام؟ حطينا 6 على 0 يبقى 10، 10 1 كام؟ 11. يبقى بتتحمل كام على جسمك في الضغط الجوي؟ 11 ضغط جوي. وبالتالي يتعذر الغوص بدون جهاز الغوص المخصص ليه. ويقول لك لكن الحيوانات التي تعيش عند الاعماق تزود بقدره جسميه وفسيولوجيه تمكنها من تحمل الضغط الزائد، بالاضافه الى القدره على الحياه في ظروف الاعماق من بروده شديده وظلام شديد. يعني بيقول لك انت هتيجي في دماغك كده سؤال، بيقول لك طيب ده انت كانسان حي مش قادر تتحمل ضغط الميه وضغط الجو اللي عليك، طيب انت الحيوانات يعني اللي عايشه في البحر دي، هل بتقدر تتحكم في ان هي تكون متعرضه لضغط الميه ده كله؟ ده في حيوانات عايشه عند اعماق كبيره جدا تحت سطح الميه، اه بتقدر تعيش. ليه؟ لان جسمها سبحان الله ربنا بيخلق كل ما هو ايه؟ محتاج حاجه بنلاقيها. سبحان الله، يعني احنا مش لو مهما تدبرنا في خلق الله مش هنعرف نوصل لمدى رحمه ربنا بينا حتى بالكائنات الحيه عموما، فهي اسمها مزود بقدرات جسميه وفسيولوجيه تمكنها من العيش على اعماق شديده. اخر حاجه معانا النهارده في النظام البحري هي حركه الميه والامواج. بيقول لك تتاثر الحركه السطحيه للمياه، الامواج باتجاه الرياح وحركه المد والجزر من موقع الشواطئ للمساقط المسطحه. ودي قلناها كتير جدا، وعرفنا ان اصلا عم اسرع في الحركه السطحيه للميه من الامواج عموما هي الرياح وتاثير المد والجزر عليها، والشواطئ بتاعتنا اللي بيبقى فيها الشواطئ بيكون فيها مساقط او قريبه من مصبات انهار او منحدرات، فبتسقط الميه بتاعتها فين؟ في الميه، فبتاثر لي على الامواج بتاعتها. تاني حاجة بقول لك، أما التيارات المائية السطحية كانت أو رئيسية والتي تتخذ مسارات معينة فتوجهها حركة دوران الأرض واختلاف درجة الحرارة التي تؤثر على اكتساب الماء مما يؤثر على توزيع الكائنات البحرية والتجارة. يعني بيقول لك في عوامل بتأثر على التيارات المائية الموجودة على السطح مش على الأعماق بس، زي الرياح وكذا، سواء التيارات اللي جاية دي جاية من فوق، جاية رأسي أو سطحي، فدي بتاخد مسارات معينة زي مثلا حركة الموجة كده، دي تيارات نازلة وتيارات صاعدة وهكذا. دي صورة للغوص عموما تحت سطح المية وحركة البتاع، فبيقول لك إنه بتتأثر بحركة دوران الأرض عموما واختلاف درجة الحرارة بتاعتها. إحنا كده خلصنا الدرس بتاعنا، أنا عارفة إن هو كان درس ده.